حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد